بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابن قاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الاخيار الابرار الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اما بعد السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته ذكرنا فيما سلف من الكلام عن الغيبه الصغرى للامام صلوات الله وسلامه عليه والغيبه الكبرى وذكرنا معنى الغيبه وهل ان الامام غائب بالشخص او بالشخصيه يعني هل ان الامام سلام الله عليه نراه نراه ويرانا يمر منا يسلم علينا نسلم عليه يصلي يمنا يزور الإمام الحسين ونراه يذهب إلى الحج ونراه ولكننا لا نعرفه يعني خفاء العنوان الشخصية أو لا أن الإمام شخصا جسدا بدنا غائب يعني مثل الملائكة موجودة ولكن لا نراها مثل الجن موجودة مخلوقات موجودة ولكن لا نراها مثل الأرواح موجودة ولكننا لا نراها فقلنا على الراي الاول والراي الثاني، الراي الثاني هو الراي المشهور والمعروف ان الامام غائب بالشخص بالبدن غائب ولهذا عندنا ادله البعض يستشكل على انه كيف يكون بشر يغيب عن الابصار عن الانظار جسد ويغيب عن الابصار عن الانظار يعني ما موجود هذا العمل نقول لا موجود في القران الكريم موجود والقران يثبت ذلك وذكرنا عده امثله من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون سوره ياسين ايه التاسعه وكذلك الايه الاخرى بسم الله الرحمن الرحيم سوره الاسراء اذا ما تخونني الذاكره واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستوره وذكرنا ايضا قضيه سوره المسد او سوره ابي لهب قضيه ام جميل ام جميل زوجه ابي لهب التي لما ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه اخذت حجرا ارادت ان ترمي رسول الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالنبي وصلت الى صاحب رسول الله كانت تراه ويراها وهي لا ترى رسول الله، لا ترى رسول الله، الرسول كان واقف بجنب هذا الرجل، الرجل يرى النبي ويراها والنبي يراها ويرى الرجل، وهي ترى الرجل ولا ترى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فإذا هذه بقدرة الله أن بشر يغيب عن الأبصار، يغيب عن الأنظار، هذه قدرة إلهية والله قادر على كل شيء. إلى أن وصلنا إلى هذا البحث على ان من الذي التقى وتشرف بلقاء الامام والتقى بالامام الحجه روحي فداه صلوات الله عليه في الغيبه الصغرى. وقلنا على ان الغيبه الصغرى على رايين اذا كانت الغيبه غيبه الصغرى الغيبه بشكل مطلق بدات للامام منذ ولادته فأكو ناس تشرفوا برؤيه الامام الحجه صلوات الله عليه في عهد ابيه الامام الحسن العسكري عليه السلام وضربنا عده امثله مثل السيده حكيمه عمه الامام العسكري عليه السلام التي كانت حاضره عند السيده نرجس مثل جاريه لهم اسمها نسيم او عده من الـ 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 الاشخاص اللي ذكرناهم في الليله الماضيه ولكن بعد حياه الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هل يوجد ناس تشرفوا بلقاء الامام في الغيبه الصغرى بعد شهاده الامام الحسن العسكري صلوات الله عليه؟ نقول نعم. نعم البعض تشرف برؤيه الامام وراى الامام صلوات الله عليه حتى بعد شهاده الامام الحسن العسكري سلام الله عليه. من جمله هؤلاء هو عمه جعفر. جعفر ابن الامام الهادي اخو الامام الحسن العسكري صلوات الله عليه. عم الامام الحجه سلام الله عليه وذكرنا هذا الكلام مفصلا على ان هذا الرجل لما اراد ان يصلي على الامام صلوات الله وسلامه عليه اجى الامام تخطى الناس انفرجت له الناس اخذ بثوب عمه جعفر وقالت تنحى يا عم انا اولى منك بالصلاه على ابي وقد شرحنا هذا الكلام مفصلا فيما مضى من الليالي والايام. فتنحى جانبا جعفر وصلى الامام صلوات الله وسلامه عليه، اذا جعفر راى الامام صلوات الله عليه بعد شهاده الامام الحسن العسكري عليه السلام، هذا واحد. ثانيا الجماهير الجماهير الناس التي كانت حاضره عند صلاه الامام العسكري عليه السلام، عند الصلاه على الامام العسكري ناس تجمهرت تجمعت ارادوا ان يروا من الذي يصلي على الامام صلوات الله وسلامه عليه الذي يصلي على الامام العسكري هو الامام. رادوا يشوفون من الإمام من الخليفة من الوصي بعد الإمام الحسن العسكري مثل ما أن جعفر رأى الإمام الحجة سلام الله عليه كذلك الناس الحضور الجماهير في صلاة صلاة الجنائز صلاة الميت على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه أيضا تشرفوا برقاء الإمام ورؤية الإمام الحجة سلام الله عليه هذا اثنين الثالث الوفد الذي جاء من قوم تتذكرون القضية أنا ما أحب أعيد مرة مرارا وتكرارا لا الوفد الذي جاء إلى قم بعد شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام اللي كان عندهم حقوق شرعية وأسئلة لما وردوا وصلوا إلى سر من رأى سامراء يعني أو شافوا الواعية أن الإمام العسكري عليه السلام قد استشهد صلوات الله عليه فقالوا من يخبرنا بما في الهميان الأكياس اسماء الاشخاص ومقدار الاموال احنا نعطي هذا هو الامام والخلف بعد الامام الحسن العسكري عليه السلام في قضيه طويله تشرفوا باللقاء مع الامام الحجه سلام الله عليه واخبرهم بما في الهميان ومقدار الاموال واسماء الاشخاص اصحاب الاموال ومقدارها الجزئي الكلي والجزئي اخبرها الامام وحتى نوعيه المال درهم او دينار اخبرهم الامام صلوات الله عليه واقروا بامامه الامام الحجه سلام الله عليه، ايضا هؤلاء تشرفوا برؤيه الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه. النائب الاول عثمان بن سعيد العمري، ايضا بعد شهاده الامام العسكري عليه السلام في شهاد في حياه الامام العسكري تشرف برؤيه الامام سلام الله عليه، وبعد شهاده الامام العسكري عليه السلام حسب الاراء انه ايضا تشرف برؤيه الامام الحجة سلام الله عليه، والجميل هنا ان جدا جميلة هذه الإشارة أنا لم أذكرها في المحاضرات التي سلفت أن عثمان بن سعيد العمري الزيات العسكري هذا من جملة الناس اللي حضر تغسيل الإمام العسكري عليه السلام من جملة الناس للمقام الشامخ الذي يملكه هذا النائب الأول النائب الأول للإمام الحجه سلام الله عليه، طبعا هذا كان خادما عند الامام الهادي ثم اصبح خادما ومن اصحاب الامام العسكري عليه السلام، ثم اصبح النائب الاول للامام الحجه سلام الله عليه، كان حاضرا ايضا مولاي في تغسيل الامام والذي كان يغسل الامام العسكري منه. ولده الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه، اذا تشرف برؤيه الامام الحجه سلام الله عليه. مو بس عثمان بن سعيد العمري، ولده محمد بن عثمان. محمد بن عثمان بن سعيد العمري أيضا لما سئل هل رأيت الإمام سلام الله عليه؟ قال نعم يعني آخر مرة تشرف برؤية الإمام سلام الله عليه عند الكعبة في مكة المكرمة وكما ذكرها هو بنفسه النائب الثاني محمد بن عثمان ها بن سعيد العمري هذا أيضا من الذين تشرفوا برؤية الإمام صلوات الله عليه في الغيبة الصغرى بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام من جمله الناس الذين تشرفوا برؤيه الامام سلام الله عليه وبقى لايام في ضيافه الامام حسب اكمال الدين مجلد الثالث صفحه 465 يذكر هذا القول للشيخ الصدوق وكذلك الغيبه صفحه 159 للطوسي يذكر علي بن مهزيار الاهوازي علي بن مهزيار الاهوازي في وادي جبل الطائف في وادي جبل الطائف تشرف برؤية الإمام سلام الله عليه ومكث عند الإمام أياما هذا كما ذكر في هذه الكتب مكث عند الإمام سلام الله عليه أياما علي بن مهزيار الأهوازي اللي هذا علي الآن علي بن مهزيار قبره في الأهواز موجود ويزار الناس الشيعة الموالين يزورون هذا القبر الطاهر علي بن مهزيار الأهوازي زين هؤلاء من نبذه من الذين تشرفوا برؤيه الامام صلوات الله وسلامه عليه في الغيبه الصغرى بعد شهاده الامام العسكري سلام الله عليه جن لكن السائل يسال الان الامام الحاضر نحن ننتفع من الامام الحاضر اذا كان امام حاضر بين الان نرى الامام مثلا الامام امير المؤمنين يروه الناس يسالوه الناس يجلسوا معه اذا مشى الامام امير المؤمنين كانوا يرون مشيته الامام الحسن، الامام الحسين، الامام السجاد، الامام الباقر كل الائمه سلام الله عليهم كانوا بالعيان لكن الفائده موجوده الان انا عندي سؤال اسال الامام الحسين سلام الله عليه اراه ويراني اسمعه ويسمعني لما عندي حقوق شرعية أسلمها إلى الإمام الجواد عليه السلام أراه ويراني مولانا يعني لما يمشي لما يدخل لما كذا أرى الإمام سلام الله عليه هذه الفائدة من الإمام الحاضر فما الفائدة من إمام غائب زين الآن الإمام الحجة سلام الله عليه غائب فما وجه الانتفاع من إمام غائب هل في ذلك منفعة من إمام غائب إذا كان حاضر منفعة موجودة إذا كان غائب الإمام صلوات الله وسلامه عليه فما نفع إمام غائب الرواية عن سليمان الأعمش عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول لم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أم أو غائب مستور من حجه لله تعالى ظاهر مشهور او غائب مستور الظاهر المشهور حجج الله الائمه الاطهار من علي بن ابي طالب الى الامام الحسن العسكري عليه السلام الغائب المستور هو الامام الحجة روحي فدا فساله احدهم لما ولا تخلو الى ان تقوم الساعه تكمله الروايه من حجه لله فيها ولولا ذلك لم يعبد الله الله ما يعبدونه لولا الحجج فسأل سليمان الأعمى سأل الإمام الصادق عليه السلام قال له فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور <applause> إذا كان حاضر مشهور مبين بس إذا كان غائب مستور فما وجه الانتفاع منه فقال الإمام الصادق عليه السلام في كتاب إكمال الدين مجلد الأول صفحة 207 وسبعة وكتاب فرائد السمطين إكمال الدين شيعي فرائد السمطين للجوين الشافعي غير شيعي مجلد الأول صفحة ستة وأربعين طبعة لبنان قال الإمام الصادق عليه السلام كما ينتفعون بالشمس الانتفاع من الإمام الغائب كما ينتفعون يعني الناس بالشمس إذا سترها السحاب شمس موجودة لكن مستورة بالسحاب لا ترى الشمس لا ترى لكن منافعها موجودة في رواية هاي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل الرواية جابر بن عبد الله الأنصاري طبعا الروايات تقريبا متشابهة المعنى واحد ولكن الألفاظ تختلف والتعبير يختلف قليلا ها الرواية جابر بن عبد الله الأنصاري انه سال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل ينتفع الشيعة بالقائم عليه السلام في غيبته حسب الظاهر ساير كلام قبل هذا القول ساير كلام بين النبي صلى الله عليه واله وجابر بن عبد الله الانصاري او بين النبي واصحابه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اي والذي بعثني بالنبوة ينتفع الشيعة بالقائم في غيبته اي إيوة والذي بعثني بالنبوه انهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته يعني لها اثر لها فائده كيف يا رسول الله قال كانتفاع الناس بالشمس وان جللها السحاب يعني نفس المعنى الذي ذكره الامام الصادق عليه السلام من قبل ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب كمال الدين مجلد الاول صفحه 253 اذا روايه مذكوره عن رسول الله في وجه الانتفاع وروايه مذكوره عن الامام الصادق عليه السلام في وجه الانتفاع من امام غائب وروايه مذكوره عن الامام زين العابدين سلام الله عليه ايضا في وجه الانتفاع نفس المعنى من امام غائب وكذلك هو الامام الحجه سلام الله عليه يذكر ذلك يذكر وجه الانتفاع ذكر في التوقيع الصادر من ناحيه الامام سلام الله عليه الى اسحاق ابن يعقوب ايش قال الامام هو الامام الحجه سلام الله عليه قال واما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس اذا غيبها عن الابصار السحاب الشمس إذا غيبها السحاب منافع الشمس موجودة منافع الشمس موجودة حرارتها دفئها الطاقة التي تعطيها الشمس النور التي يضخها النور الذي يضخه الشمس تضخه الشمس إلى أرجاء المعمورة يعني كل الفوائد التي موجودة في الشمس موجودة مع السحاب موجودة من دون السحاب شمس من دون سحاب ها كالائمه الاطهار سلام الله عليهم، شمس مع السحاب كالامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه، فينتفع الناس منها كما ينتفع الناس من من امام غائب كما ينتفع الناس من الشمس ان جللها السحاب. زين هسه الان واحد يسال ليش الشمس دون القمر؟ الان ها هذا هذه الروايات والاحاديث اخواني خل انا اشير اشاره مهمه جدا حقيقه اقولها ان كلام المعصوم كلام دقيق جدا الائمه الاطهار اهل الفصاحه والبلاغه معصومون مطهرون نقيات ثيابهم وتجر الصلاه عليهم اينما ذكروا اللهم صل على محمد وال محمد فقولهم قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان كلهم نور واحد اولنا محمد اوسطنا محمد اخرنا محمد فكلنا محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. فقول الصادق عليه السلام هو قول علي عليه السلام وقول علي قول رسول الله. قول الامام الهادي عليه السلام هو قول الامام الكاظم عليه السلام وقول الامام الكاظم قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قول الإمام الجواد عليه السلام هو قول الإمام الباقر عليه السلام الإمام الباقر قوله قول رسول الله وقول رسول الله هو قول الله لأن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيتبين على أن كلامهم هو كلام علما لله تعالى وكلهم نور واحد ولهذا التمتشوف رواية تخالف رواية حقيقة تضاد تضاد الا ان وجدت انما لسبب معين حكم خاص في بعض الاوقات حكم عام بعض الاوقات حكم خاص لشخص معين في بعض الاوقات الامام المعصوم لما يسال عن سؤال عام يعطي حكمه لما ياتيه شخص معين يساله عن نفسه بنفس السؤال بس عن نفسه هذا عنده ذريعه عنده عذر عنده كذا فالامام المعصوم يجيب هذا إجابة خاصة له وليست عامة يمكن أكو مثلاً خلاف اختلاف بين الإجابة العامة والإجابة الخاصة يمكن ها هذه هذه إجابة خاصة هاي إجابة عامة هاي تختص بهذا الرجل ها وهذه لا عامة الشاهد ماكو قول معصوم يخالف معصوم ماكو إمام يأتي يقول هذا حلال يأتي الإمام الثاني يقول حرام ماكو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحكم بحكم ويخالفه علي بن ابي طالب او يخالفه الامام الحسن او يخالفه الامام الصادق او يخالفه الامام الحجه سلام الله عليه، لا 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 ابدا ها هذه السنن التي سنها الله سنها رسول الله ها هذه السنن لا يخالفه ولا تخالفه الائمه الاطهار سلام الله عليهم اذا قال النبي حلال فهو حلال وإذا قال حرام فهو عند الأئمة أيضا شنو حرام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة لا أحد له لا يستطيع أحد وليس له الحق أن يحرم ما حل له النبي أحله النبي أو يحلل ما حرمه النبي النبي يقول حلال أنت تقول حرام أنت شنو شغلك أنت شنو شغلك أصلا نبي عندك بداء ها شلون تحرم ما أحله النبي وشلون تحلل ما حرمه النبي، ما يجوز، اي واحد ما يجوز، اي احد لا يجوز، نفس رسول الله علي بن ابي طالب لا يخالف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فهم نور واحد. فيا اعزائي اخواني النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم شبه الامام الحجه سلام الله عليه بالشمس ان جللها السحاب. كذلك الامام الصادق. كذلك الإمام السجاد عليه السلام كذلك هو بنفسه الإمام الحجة صلى الله عليه يشبهون بالشمس إن جللها السحاب لماذا الشمس دون غيرها لماذا الشمس دون القمر ليش ما قال القمر إذا جللها السحاب ليش قال الشمس أولا الشمس هسه يعني هي بها عدة أدلة يعني وهذا ما نتوصل إليها إلى الأدلة بالعقل القاصر يعني بعقل آن القاصر أن الشمس نورها من نفسها والقمر نوره من من غيره يعني من الشمس الشمس نورها من نفسها لا تأخذ نورها من غيرها ولكن القمر هذا القمر النور اللي يشوفه من القمر هذا هو ما يصدر نور هذا انعكاس نور من الشمس يأخذ النور من الشمس ويدفعه إلى الناس يقولون والله القمر ضاوي هو القمر ضاوي مو هو ضاوي إنما هذا انعكاس نور الشمس فلهذا الشمس نورها من نفسها والقمر نوره من غيره أي واحد ثانيا الفوائد الموجودة في الشمس أكثر بكثير من الفوائد الموجودة وين في القمر صح القمر إلى أثر في الجزر والمد إلى آثار كثيرة ولكن فوائده وآثاره أقل بكثير من فوائد الشمس وآثارها هاي اثنين ثلاثة المنظومه الشمسيه احنا عندنا ملايين المنظومات الشمسيه ملايين المنظومات الشمسيه الان هذه واحده من المنظومات الشمسيه اللي احنا بيها واحده من عدن هذه المنظومه الشمسيه اللي احنا في عالم الدنيا هاي موجوده هاي ها؟ اللي نراها هاي المنظومه الشمسيه القياده قيادة. القياده المركزيه القياده المركزيه بيد الشمس يعني دورها دور قيادي رئيسي مركزي الشمس القمر تابع أحد التوابع هو القمر تابع إلى الشمس الشمس هي المركز هي القيادة هي المدير واضح مولانا البقية تدير وتدور حول الشمس القمر والكواكب والبقية هؤلاء تبع تبع علما للقيادة الرئيسية المركزية وهي الشمس ولهذا شبهوا الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين شبهوا الإمام الحجة سلام الله عليه بالشمس إن جللها السحاب بعدين الشمس هي أمان سبحان الله أعزائي إخواني أنتم تعرفون هذا البحث أنا يعني مو محلة ولكن مو مو محلة محلة ولكن مو شغرتي مو خبرتي ولكن حسب المطالعة المكثفة في هذا المجال والمعروفة يعني هاي شيء بديهي مولاي الكريم أعزائي أكو كواكب تعرفون على أن الشمس من النجوم نجمة الشمس ليس كوكب الكوكب يدور حول النجم الكواكب ها هذه تدور زهرة مثلا الأرض مثلا ها هذا تدور تدور مثلا المريخ المشتري زحل هذني كواكب دوراً حول ال... حول الشمس اولا المسافات هسه هذه الشمس بلا تشبيه مولاي الكريم هذه الشمس الكواكب على مسافات معينه مسافه معينه هذا الكوكب الى مسافه معينه كوكب اخر الى مسافه معينه من الشمس فاصله مثلا اورانوس مثلا نبتون مثلا فرضا الارض مثلا الزهره مثلا ها هذن مسافات معينه بين هذه الكواكب وبين الشمس بالاضافه اكو مسافات بين الكواكب وبين الشمس اكو مسافات بين كل كوكب وكوكب اخر يعني بين الزهره والارض اكو مسافه معينه بين الارض والمريخ اكو مسافه معينه بين المشتري وزحل أكو وهالمجرة هاي أكو مسافات بينها وبين الشمس أكو مسافات بينها وبين غيرها من الكواكب هاي المورد الثاني المورد الثالث هذه الكواكب كل هذه الكواكب التسعة تدور حول الشمس آه تسمى الحركة الانتقالية هذه حركة انتقالية تتحرك الأرض مثلا الأرض منا حركة الأرض تتحرك توصل 360 يوم او 65 يوم يعني نعبر عنها بسنه كل سنه مره الارض تدور حول الشمس دوران كامل سنه كامل ها من سنه الى سنه هذه حركه الارض تدور هذه الكواكب التي تدور بالاضافه اكو مسافه بينها وبين الشمس معينه بالاضافه اكو مسافه فواصل بينها وبين بقيه الكواكب اخواني حركتها هم تختلف يعني سرعة المريخ شيء سرعة الأرض حول الأرض شيء سرعة المشتري شيء سرعة زحل أورانوس مثلا عطار هاي كلها كلها لها سرعة معينة تدور حول الشمس شوف الدقة سبحان الله هذا اللي الشمس والقمر بحسبان هذا هذا الحساب الدقيق هذن الكواكب يتحركن حسب مسافات فواصل بينها وبين غيرها بينها وبين الشمس والحركه هم الانتقاليه تختلف من كوكب الى كوكب نور عيني مولاي ارجوك اسمعني حبيبي هذه الحركه انت شاطر ذكي هذه الحركه مولاي حركه الكواكب حول الشمس تسبب قوه هذه القوه نعبر عنها بالقوه الطارده عن المركز دوران بعد القوة الطاردة عن المركز هاي الكواكب من الدور حول الشمس تسبب قوة طاردة عن المركز شلون يعني قوة طاردة عن المركز؟ <applause> الآن جيب لك صينية بتعبيرنا تعبير جدا مختصر مفيد صينية وخلي بيها تمن يابس رز تمن ها؟ خلي بيها تمن يابس وفر الصينية الصينية فرها فرها خليها دور. تدور تدور لما الدور الصينية هذا يصير الدوران تتمن بنص الصينية تتمن في منتصف الإناء منتصف ما يظل يتناثر على الأطراف مو لا تفر الصينية يتناثر هذه القوة التي تطرد الشيء من مركزه تسمى القوة الطاردة عن المركز ها عن المركز هذه الكواكب التي تدور حول الشمس تسبب قوه طارده عن المركز مثل التمن اللي بالصينيه، واضح اخويا؟ هذه القوه تصير سبب على ان الكواكب تنتثر تصطدم بعضها مع بعض، هاي الكواكب هاي شي يطق بشي على قولتنا، ها؟ هذه تصطدم بهذه، وهذه تصطدم بهذه، وهذه تصطدم بهذه، السير كارثه، ها؟ ولكن من حكمة الله تعالى ومن قدرة الله تعالى الله جعل في هذه الشمس نور عين اسمعني اخوي رحم الله والديك. الله جعل في هذه الشمس قوة تسمى القوة الجاذبة. شلون احنا عندنا قوة جاذبة في الارض؟ اكو قوة جاذبة اقوى من هذه بكثير، اقوى من قوة جاذبة في الارض بكثير موجودة في الشمس. هذه القوه الجاذبه تجذب الكواكب تجذبها ذيك القوه تطرد هذه القوه تجذب القوه الجاذبه اللي في الشمس تقضي على القوه الطارده الموجوده من اثر حركه الكواكب فيصير توازن واتزان بالحركه لا الكواكب تدخل الى الشمس فتحترق من اثر الجاذبه الجاذب الموجوده مولانا لان اكو قوه طارده ولا تبتعد تفر تهرب ها الكواكب ما تروح ما تنتثر ها للقوه الجاذبه الموجوده واضح مولانا اذا قوه تقتل قوه قوه تقضي على قوه فيصير الاتزان الكواكب تتحرك على مسافه دقيقه خلقها الله سبحانه وتعالى فواصل بينها وبين الشمس لا تقترب ولا تبتعد. فواصل بينها وبين الكواكب، لا تقترب ولا تبتعد. ها؟ وسرعه معينه لا تزيد ولا تنقص. سبحان الله ها؟ هذه الحركه الدقيقه الدورانيه الانتقاليه بين الكواكب وهذا الهدوء وهذا الامان. احنا هسه عايشين هذا الماي، شوف الماي ولا يهتز. هي الدنيا خبصه هسه، اخويا كل العالم يدور وهي الأرض هم تدور حول نفسها ها الحركة الوضعية الدوران الوضعي يسمونه أخويا تدور حولنا هاي كلها وإحنا هذا الماء ما يهتز ولا أنت تحس بدوخة ولا تعرف أنه هذا الدوران في دوران حركة في حركة هاي كلها ببركة وجود الشمس هذا النجم لولا الشمس لتناثرت الكواكب لأصبحت كارثة فهي أمان للكواكب وامان لاهل الارض النجوم هي نجمه بعد النجوم امان للكواكب النجوم امان لاهل الارض يقصد من جمله النجوم الشمس هذه ما ذكرنا امان لاهل الارض كما ان النجوم امان لاهل الارض والشمس امان لاهل الارض كذلك الامام المعصوم في كل زمان هو امان لاهل أرض ولهذا الإمام الصادق عليه السلام والإمام السجاد وهو الإمام الحجة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشبهون الإمام الحجة بمن إخواني ها؟ بالشمس لأن الإمام الحجة الان هو الأمان هو الأمان لنا هو الأمان لنا ولهذا شبهه الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شبهه بالشمس ها؟ لان الشمس امان هذا الحفظ وهذا الامان كله ببركه هذا النجم ببركه النجوم ببركه الشمس فالامام الحجه كذلك شنو مولاي العزيز هو امان لنا لولا الحجه الروايه لساخت الارض باهلها ها أه؟ هذا موضوع اكو موضوع هم, هم يرتبط بهذا الشيء انا احب اشير له يعني مو بس الشمس امان وبركه عرفنا منافع عرفنا منافع الشمس كثيره والنبي شبه الامام الحجه بالشمس ان جللها السحاب هو هذا مولانا السحاب هو السحاب الذي يمنع الرؤيه يمنع رؤيتنا الى الشمس اللي ما نشوف الشمس بي من اثر السحاب هو هذا السحاب ببركه يعني غيبه الامام هم فيها بركه هو السحاب بمنافع يعني غيبه الامام هم بمنافع ها مولانا فيها منافع الان هو الشمس اصلا هو السحاب منين يجي؟ السحاب سببه اشراق الشمس لولا الشمس لما جاء السحاب لولا الشمس السحاب ما يجي لان تعرفون يا قاعده واضحه مولاي هذا من البديهيات وانتم ما شاء الله كلكم اهل علم ودرايه وفهم لكن انا كحامل التمر الى هجر وهذا هجر خوش تمر بمولاي مولاي حسب ما ينقل واكلت منه جزاهم الله خير اخواننا هناك زين الشاهد مولاي العزيز الشمس تسطع على البحار على المياه هذا ماي تسطع على المياه إذا أشرقت الشمس الشمس تسطع على المياه المياه تتبخر من البحار من الأنهار من غيرها على العموم تتبخر إذا تبخرت تشكل ماذا؟ تشكل السحاب إذا تشكيل السحاب هو من إثر الشمس هو السحاب ها سبب للأمطار لولا هذا السحاب مطرهم ماكو المطر هو حياة الزرع والضرع وكل الحياة كل الحياة بالماء وهذا الماء منين يأتي؟ يأتي من السحاب هذا السحاب هذا والجميل هنا انه الآن هو البحر بنفسه ماي مالح يعني اللي عطشان ويشرب ماي بحر مورانا انه بيشتد عطشا الى ان يموت يعني ما يرتوي ها لو ان نخلي اجهزة آآ شوية آآ تنقح لنا ملوحه البحر وتعطينا ماي عذب ونشرب ايش قد نريد اجهزه ها ايش قد نريد شلون يعني ايش قد تكاليفها كثيره جدا ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النجم الساطع وهي الشمس يخليه على البحر الملوحه الظل ها والماي الحالي العذب يتبخر يتشكل سحاب زين ايش قد نحتاج الى بور ونحتاج الى انابيب ونحتاج نحتاج ونحتاج ما نحتاج وهذه كلها الاجهزه هاي كلها ما تحتاج الله يودي الريح يدفع السحاب يجيبه من فوق البحار يجيبه على كربلاء هنا بكربلاء يجيبه الى النجف يجيبه فوق هالرؤوس ها فوق رؤوسنا وتهطل السماء قطره قطره وما يفتح الماء مرة واحدة لو الله سبحانه وتعالى يفك ماء السحاب مرة واحدة هو الكل يغرق الكل يموت ولكن يخليها قطرة قطرة ها أه؟ يستلذ الإنسان يستأنس الإنسان يفرح عند رؤيته إلى المطر أخويا مو لا تزعجه القطرة إنما تفرحه القطرة سبحان الله إذا حتى السحاب الذي يجلل الشمس فيه فوائد فيه فوائد كثيرة وفيه آثار كثيرة. فإذا التشبيه كان دقيقا جدا لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه الإمام الحجة سلام الله عليه بالشمس إذا جل لها السحاب أو إن جل لها السحاب أو الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام السجاد عليه السلام أو هو الإمام الحجة سلام الله عليه إذا لغاية دقيقة ولحكمة دقيقة ولعلم دقيق ها أه؟ زين هسه يجي واحد من يعني الغير يقول هذه شو التشبيه هذا مبالغ فيه ها؟ هذا التشبيه مبالغ فيه وهذا ما موجود في الروايات لا ليش ما موجود اولا هذه الروايات ذكرتها لك قبل قليل ها؟ بالشمس إن لها السحاب موجودة في كتبنا وموجودة في كتب غيرنا مثل فرائد السمطين للجويني الشافعي مجلد الأول صفحة 46 كما ذكرنا موجودة هاي الروايات ثانيا توجد روايات أخر أعزائي إخواني في كتبنا وفي كتب غيرنا على أن النجوم أمان لأهل الأرض وقلنا على أن النجوم من جملة هذه النجوم نجم اسمه الشمس نحن عندنا ملايين المنظومات الشمسيه ملايين المنظومات الشمسيه والدور القيادي والمركزي لهذه المنظومات الشمسيه هي الشمس والشمس نجم واضح مولانا؟ تدور حولها الكواكب فاذا غابت الشمس او غاب النجم او غابت النجوم كما ذكرنا قبل قليل تتناثر الكواكب وتصبح كارثه جدا عظيمه يا مولاي لحركتها ودورانها وللقوه الطارده عن المركز اللي كما ذكرنا ولكن الله سبحانه وتعالى جعل النجوم وجعل الشمس في كل منظومه هي امان للكواكب امان لنا اسمع الروايه الحديث في كتب غيرنا في كتاب الجامع الصغير للسيوطي طبعا من كتب غيرنا مجلد الثاني صفحة 189 الرواية وكتاب ذخائر العقبة صفحة 17 وكتاب منتخب كنز العمال للمتق الهندي مجلد الخامس صفحة 92 وكتاب فرائد السمطين للجويني مجلد الثاني صفحة 241 وكتاب الصواعق المحرقة لابن حجر صفحة 185 ومصادرنا نخوة كثيرة بحار الأنوار للمجلس مجلد 27 صفحة 309 وغير ذلك عشرات وعشرات المصادر الرواية سمح الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النجوم أمان لأهل السماء كما ذكرنا الأمان شنو معنا هذا شرحناه قبل قليل كان موجود من البداية مولاي يقدر يسمعها النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي طبعا الروايات مختلفة تعبيرها يختلف الفاظها تختلف لكن المعنى واحد في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت يعني النجوم أتاهم ما يوعدون يعني الهلاك يموتون وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون آه هذا مستدرك الصحيحين الحديث الروايه مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري الحنفي مجلد الثاني صفحه 448 هاي الروايه الثانيه الروايه الثالثه الروايه الثالثه عند غيرنا طبعا كثيره جدا الروايه الثالثه اعزائي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت لك المعنى واحد التعبير شوية يختلف النجوم أمان لأهل السماء النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض هنا بعد مو أمتي في تلك الرواية ذهب أمتي أمان لأمتي هنا أمان لمن؟ ها؟ لأهل الأرض يعني سواء من أمة رسول الله أو من غير أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا قول الحبيب قول سيد الكونين ومولى الثقلين قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمان لأهل الأرض يعني مو بس الشيعي ولا غير الشيعي ولا بس المسلم ولا غير المسلم يهودي أو نصراني أصل كتابي أو غير كتابي إنما أمان لأهل الأرض عجيب عجيب شوف بركة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أي بركة مو فقط خاصة للشيعة حتى لغير الشيعة حتى لغير المسلمين حتى لغير أهل الكتاب حتى اللي ما يعرف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ها هؤلاء حجج الله هؤلاء أولياء الله الرواية في كتاب الصواعق المحرقة صفحة 150 ها كذلك يروي, يروي الرواية الطبري الشافعي هذا احنا عندنا رواية او عندنا دعاء عن الله تعالى يقول يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله اللي يسأل الله الله ينطيه يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه أكو ناس ما يسألون الله ما يدعو الله انطيني الله ينطي أكو ناس ما يعرفون الله لا يعرفون الله ولا يعبدون الله أبدا ولم يعبد الله طرفة عين أبدا أصلا ما عابد الله ولا يعرف الله الله هم ينطي ها؟ يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه ليش تحننا منه ورحمة من حنان الله من رحمة الله تعالى الله رحمن الدنيا ها ورحيمهما الله ورحمتي وسعت كل شيء من رحمة الله وحنانه أن الله جعل محمدا وآل محمد وجعل الإمام الحجة في زماننا هذا سلام الله عليه امانا لاهل الارض باجمعهم. اسال الله لكم التوفيق والسداد وطيله العمر ان شاء الله. والستر والامان والعافيه وحسن العاقبه. واسال الله لاخواننا المسلمين النصر ان شاء الله والظفر ان شاء الله عاجلا غير اجل. وان شاء الله البشارات تاتي ان شاء الله بحق محمد وال محمد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلي يا رب على محمد وآله الطاهرين.